طبعا حضراتكم اكيد تابعتوا معانا امبارح المباراه اللي انتهت يعني بين الاهلي وفيوتشر بالتعادل بدون اي اهداف. المباراه كانت الحقيقه سريعه يعني من جانب الفرقتين، تم الغاء هدفين، الاول كان لصالح فيوتشر عن طريق احمد عاطف بداعي التسلل، الكلام ده حصل في الدقيقه 11. طبعا تعددت بقى بعدها محاولات لاعبي النادي الاهلي للتسجيل لحد الدقيقه 39، قدر وقتها علي معلول انه يمرر كوره لياسر ابراهيم اللي سجل، لكن تدخل الفار وقال انه كان في تسلل من جانب علي معلول. عموما انتهت المباراة بالتعادل السلبي، واكيد طبعا بالنتيجة دي الاهلي بيكون لسه محافظ على صدارة الدوري برصيد 69 نقطة، وارتفع رصيد فيوتشر الى النقطة 58 محتلا المركز الثالث. عايزين نقول كمان انه كان في فرص كتير الحقيقة مهدرة وما كانش في توفيق الى حد كبير، لكن هنرجع ونقول هي دي كرة القدم، واكيد لينا كلام كتير عن ماتش امبارح في فقرتنا الحوارية الثانية النهاردة. عايزين نتكلم شوية عن المباراة. المباراة انتهت بالتعادل زي ما حضراتكم كلكم يعني كلنا تابعنا، ده أمر وارد يعني ممكن جدا أي مباراة كريم تتلعب برضو بشكل جيد، لكن أنت ما تحصلش في الآخر على النتيجة اللي أنت عايزة أو النتيجة المرضية، لكن بلغة الأرقام إحنا متصدرين الدوري على كل حال، وكمان دي المباراة يعني 33 بالهزيمة هذا الموسم، فده يعتبر طبعا إنجاز كبير جدا. عندنا لسه سلسلة انتصارات عايزين نتكلم حضراتكم عنها ونكملها على خير إن شاء الله، ودي دي كرة القدم في الأول وفي الآخر، لكن اللي جاي محتاجين نحسم يعني بشكل كمان قوي جدا ونقلل الماتشات من بدايتها، او زي ما بيتقال كده يعني نحسمها من بدايتها ونواصل حصد مزيد من النقاط، لان ده مهم جدا الفتره اللي جايه، ولازم نقف كمان عند نقطه الحسم مبكر، يعني احنا كلنا كجماهير نادي اهلي متعودين على ده ومحتاجين ده الفتره اللي جايه، الحسم من بدري بيخليك صافي ذهنيا زي ما بيتقال، مركز بقى في باقي الماتش، مركز في بقيه البطولات اللي عندك والماتشات اللي عندك. يمكن كولر كمان يعني اتكلم عن ده واتكلم عن ده بشكل اكثر تفصيلا، هو اتكلم كمان عن فكرة الإرهاق المتزايد الموجود عند اللعيبة، أنت بتتكلم يعني لعيبة بتلعب ماتشات ورا بعض بشكل كبير جدا، 51 ماتش تقريبا في كل البطولات، ده رقم كبير جدا، ورغم كل ده أنت متفوق أنت واللعيبة والفريق عندك.